خرجت تظاهرة حاشدة جابت شوارع مدينة تعز للتنديد بانهيار العملة وغلاء الأسعار، وتطالب الحكومة الشرعية بسرعة القيام بمعالجات للانهيار الاقتصادي. وطالب بيان المسيرة التي دعا إليها مجلس تنسيق النقابات الرئيس هادي والحكومة الشرعية بالعمل على إيجاد معالجات حقيقية ومستمرة لتحسين معيشة الموظفين والمواطنين بشكل عام، وضبط صرف العملة المحلية وإيقاف المصروفات العينية وتفعيل الجانب الرقابي بشكل ملموس. وشدد المحتجون على ضرورة استثمار كل الموارد النفطية والزراعية وتفعيل جميع الموانئ والمطارات والمنافذ الواقعة في نطاق سيطرة الشرعية وتحصيل الضرائب. وطالب المتظاهرون الرئيس هادي والحكومة وجميع قيادات الدولة بالعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة عملهم دون الرضوخ لأي ضغوط خارجية. انهيار العملة هو اللي يؤدي إلى الموت البطيء. نريد مستوى معيشي يناسب ما خرجنا لأجله. إحنا خرجنا نريد دولة، نريد مكافحة الفساد، نريد يقظة إنسانية عالمية محلية دولية، يعرفوا أننا جزء من هذا التاريخ، جزء من الإنسانية، جزء من العالم. ما هذه اللامبالاة بهذا الوطن؟